انتي كام في المية؟ أنا 97.46%. بسم الله ما شاء الله. فكرة المجموع الكبير برضو هسألك نفس السؤال، هل انتي برضو كنت من الأوائل في مراحل سابقة؟ كنت ببقى من الأوائل على المدرسة كل سنة، بس السنة دي بقى أوائل جمهورية، دي حاجة جديدة، بس الحمد لله يعني طول عمري متفوقة والحمد بسم لله. الله ما شاء الله. الحمد لله. طيب عايز أعرف برضو روشتة التفوق، لأن لقائكم ده هو لقاء فرحة واحتفال بيكو، وفي نفس الوقت بيكون رسالة لكل الطلبة اللي داخلين على نفس المرحلة بإذن الله الفترة الجاية. التوفيق من عند ربنا أول حاجة، لازم الواحد فعلا يبقى عنده يقين في الله ويقين في نفسه وقدراته، وإن هو يجتهد ياخد بالأسباب ويعمل الأقصى اللي عليه، يحاول كل المجهود اللي يبذله يكون في المذاكرة بس، وفي إن هو يحاول إن هو يحصل على المعلومات، ما يخليش مثلا طاقة سلبية أو أي شعور بالتوتر أو كده يغطي على المجهود اللي المفروض يبذله، أو إن هو يستنزف منه طاقة، مش هيقدر إن هو يذاكر كده، فلازم يدي برضو لكل حاجة حقها، يدي للمذاكرة حقها وفي نفس الوقت يدي لنفسه حقه برضو إن هو يرفه عن نفسه، لكن برضو تنظيم الوقت أهم حاجة. عايز أقول لك إن دايما الثانوية هي حاجة مرعبة للطلبة بشكل كبير، طبعا. وده موروث عندنا كلنا، بس أكيد مش كل الناس بتتعامل نفس المعاملة، ولكن بكلمك على ثقافة عامة عند ناس كتير. أنت إزاي بدأتي تخرجي من بره فكرة إن أنا مرعوب من فكرة الثانوية؟ أهلي كانوا على قد ما يقدروا، كانوا بيحاولوا إن هم ما يضغطوش عليا أبدا، وأنا برضو كنت بحاول على قد ما أقدر يعني قبل ما أبدأ مذاكرة أو قبل أي حاجة إن أنا أقرأ قرآن، دي حاجة كانت بتهديني، وبرضو يعني عندي يقين إنه هي دي مش مرحلة استثنائية، لأ إحنا هنمر بمراحل كتيرة هنكون برضو مضغوطين فيها وهنكون مسؤولين، فهي مش أول يعني هي أول مرة لكن هي مش آخر مرة، فكنت بحاول على قد ما أقدر إن أنا أثبت إن أنا قد المسؤولية دي وأحاول أبذل أقصى ما عليا. بعدين ثالثة ثانوي يعني هي مش إحنا الحمد لله برضو كنا في سنة أولى وتانية ثانوي، هي مش أول سنة نذاكر فيها وأول سنة ندرس فيها، لا برضو نحاول إن إحنا نستفيد من تجاربنا السابقة، وبرضو في حاجات جديدة تانية في ثالثة ثانوي بنحاول إن إحنا نتعايش معاها على قد ما نقدر. أكتر درس استفدتي بيه من المراحل الدراسية السابقة؟ أكتر درس وقلتي استفدت لا أنا بقى في تالتة ثانوي لا يعني هتجاوزه وإن أنا هقدر أضيف لنفسي. أنا كل سنة كان بيبقى عندي حرص إن أنا أجيب درجات كبيرة، والحمد لله كنت بجيبها، بس برضو كنت بقع في أخطاء، كنت الميزة الحمد لله إن أنا كنت بعترف بالأخطاء دي. فتالتة ثانوي الميزة برضو فيها إن هي السنة طويلة وقدامي وقت بقى إن أنا أراجع وإن أنا برضو أسترجع المعلومات وكده على عكس السنين السابقة، فدي حاجة كنت استغلتها جدا السنة دي. حلو، ده تصالح مع النفس. الحمد لله. طيب انت ان شاء الله ناويه تدخلي كليه ايه؟ انا قدامي يعني مجالات كتيره بحبها جدا، بس مجال اللغات ده بالذات يعني من اكتر اذا انت المجالات اللي هتنضمي انا لاخواتك؟ بحب جدا دراسه اللغات، بحبها برضه من زمان جدا يعني عندي شغف ان انا ادرسها يعني هتدخلوا باذن الله نفس الكليه انتوا ان الثلاثه. شاء الله. طب حلو، يعني اديكم بصوا مكونين صداقات من بدري اهو. انتوا ما تعرفوش بعض طبعا من قبل كده. محافظات مختلفه. انت منين اصلا يا حبيبي؟ انا من القاهره. والله وانتوا بنات منين؟ الجيزة. من الجيزة، يعني القاهرة الكبرى يعني.